اليوم يا جماعة الخير وبعد انقطاع شهر كامل عن المزرعة ممكالو قرر يرجع ويحاول يضبط الأمور من جديد، لأن مثل ما تعرفون مزرعتنا لسه بحاجة إلى تضبيط أكثر وأكثر. أيضا إيش رأيكم بشخصيتي؟ رجعتها مثل الأول، لأن كلكم طلبتوا مني أرجع الشخصية، فهذه لعيونكم يا جماعة الخير رجعتها. أبي يا جماعة الخير دعمكم على هذا المقطع بأكبر عدد من اللايكات، وليتس جو خلينا نبدأ. لأن مثل ما تعرفون تذكرون المهمة اللي سويناها علشان نجيب بعض القطع الذهبية ومدري إيش ونوديها؟ سويت مهمة مشابهة لها تماما وجبت يا جماعة الخير مبلغ وقدره 2500 دولار من جديد. أنا ما اكسب فلوس بهذه الطريقه، ابي اكسب فلوس من عرق جبيني كذا. ترى هو الفكره انك تحاول تذبح الاشياء اللي معاك وتجيب لهم فلوس بس. اوه جانا واحد ثاني صغير شباب، يا ساتر. المهم يعني الفكره يا جماعه الخير انك تحاول تجيب فلوس من مزرعتك، يعني مو انك تروح تجيب الاغراض النادر. وهذا انا اخر مره اسويها زبده، انا تعبت اصلا مستحيل. والله اني طولت فيها مره، طولت فيها حبيبي. فما علينا الان، خلينا نجيب السطل هذا اللي فيه بعض الحليب، وتعال كذا نحلب كم بقره هنا معنا يا جماعه الخير. ليتس جو، ما عندي غير بقره واحده إيه الان. ما كانوا اشتريت ايش في شو؟ هدي هدي هدي، ما بسوي لك شيء. هدي هدي والله نسيت الزر بس. مو هنا مو هنا، مشكله ايش اسوي؟ والله ضعت شباب، والله هذا اللي يترك اللعبه فتره يا حبيبي. اترك ذا، ليش هذا؟ اوكي معنا. طيب بسم الله، هذا اللي يترك اللعبه فتره يا جماعه الخير. طيب انا راح استثمر فلوسي علشان ايش اسوي يا جماعه؟ عشان نشتري حديد وبعض الاشياء علشان يمديني اشتري مكان ثاني يمديني اعبي فيه الاكل. وايضا يا جماعه الخير راح نحاول نكبر مزرعه الدجاج. شفتوا انا بنيت بالحلقه السابقه اللي هي من شهر تقريبا، بنينا هذا الشيء اللي ما شافه عشان اكبر المزرعه اكثر واحط دجاجاتي كلهم هنا يتجولون عادي يعني. فان شاء الله اليوم راح انقل دجاجاتي. انا ما نقلتهم لسبب واحد، انه ما عندي مثل ذي كان ما يوصل لهناك يعني، بكل اختصار يعني. تمام، خلينا نشوف اذا هذه متعبيه ولا لا. اوكي باقي فيها شوي صغيره يا جماعه الخير، انا لازم اني اعبيها اتوقع 160 دولار. تدرون ايش؟ راح ادفع بعدين ال 160 دولار مو الان. تعال يا جماعه الخير نحلب كم هذا، نحط هذه على هذيك، لازم يعني ننتج بعض الاشياء. خلصت؟ بل والله هي تخلص بسرعه والله. طيب مع السلامه، انا عندي شغل، والله عندي شغل، ما ودي كذا اجي احلب البقرات صار لي ساعتين الان فيها. لا ننسى يا جماعه الخير نسوي حركه اسطوريه، نجيب اول شيء ذي، اوكي نجيب هذه نحط هنا، اول شيء نفرغ البقر، اول شيء نفرغ الماعز يا جماعه الخير، لان البقر اغلى من الماعز يعني عدوى كره. لا تنسوا ذي الحركه مهمه جدا. اوكي خلاص كمل هنا، انا بصنع بعدين جبنه. ما اعرف اذا كان عندي جبنه في هذا المكان ولا ما كان عندي، انا نسيت صراحه اني اشيك. هنا ما عندي جبنه ولكن بالبيت ايش عندي؟ اجل تعال نشيك كذا على السريع، لان تشيكه خفيفه. هنا في هذا المكان هنا عندي 9. اوكي سلامي، هذا كلهم 100%. اوه والله عندي جبنه، يا ساتر والله عندي جبنه، لازم نصنع جبنه من جديد. طيب ممكن ايش كان ناقصه؟ كان ناقصني اسوي واحده مثل ذي بالضبط يا جماعه. هذه كلفتني مره مره شغل وجهد، بس شوف لوين توصل ذي، توصل لهذه المناطق. اوكي فانا لازم ابني لي واحده احطها بحيث انها توصل هنا والمزرعه اللي بعدها، لان انا ابي مزرعه ثانيه مع الوقت يعني. والله لازمنا من ذي تبع المي ضروري يا جماعه، لازمنا من ذي 20 كونكريت ضروري ضروري جدا ابني من ذي، يعني لازم والله بد انه اليوم نبنيها نخلص منها الان. طيب هذه تحتاج 125 متل و50 كونكريت، بس اتوقع اذا حطيتها، نشوف مثلا هذيك شباب محطوطه هنا تاخذ مساحه مثلا. ركزوا معي كويس، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تاخذ 10 ابتداء من هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، لازم اقربها شوي من هنا اكثر. ليتس جو، خليني امسح من هنا. هذه خسعبلات ممكالو ذي يا جماعه الخير، يا رب انها توصل عاد. شباب خلاص بنكسر الشك بنبنيه هنا علشان تحاول توصل لباقي الاماكن. ناقصني طبعا متل. هذه الفرصة المناسبة يا ممكالو، هذه الفرصة المناسبة، بروح اشتري قطاعة الخشب الأصلية، وأخيراً ما نبي نقطع خشب بالطريقة التقليدية، لا والله يا جماعة الخير. ممكالو روح اشتري قطاعة الخشب الأصلية لو سمحت، لأنك أنت كل الناس ناطرين منك. ليتس جو، أنا الآن راح اشتري لكم القطاعة الخرافية. والله يا شباب ودي اشتري لي مركبة جديدة، بس المشكلة أنا محتار، ما أي مركبة اشتري ما أعرف، الفلوس تكفي ولا لا؟ ما أعرف، أنا ما أعرف شيء والله. الحمد لله يا جماعة الخير لحقنا نفسنا الآن، وصلنا بالوقت المناسب. ليتس جو يا حبيبي، حط هذه هنا، ابدأ. خلينا كذا، لو انها تصرف مني شويتين ما علينا ابدا، ما يهم، بسرعه بس فول لي اياها الان. فايش رايك نوقف في هذا المكان؟ خليني بس اشيل ذي. ليتس جو، تعال نشوف ايش الاغراض اللي انا ممكن اني اشتريها من هذا المكان. يا رب انه في يا جماعه الخير سياره متنقله من هذا في عندنا مقطوره، انا يمديني اشتري مقطوره، ولكن اوكي راح نشتري اتوقع اليوم. يمديني اشتري سياره ولا بالله عليكم طمنوني يا اخي؟ والله ودي اشتري سياره يا اخي، يا الله والله شكله غالي يا شباب. السيارات مو من هنا، اتوقع كان في سيارات اكثر. تعال نجيب هذه يا جماعه الخير، طاوله الخشب الفاخره 750 دولار، يعني تذبح نوعا ما، بس مضطر اني اشتريها الان، مضطر اني اجيبها. السلام عليكم يا الجنرالست، ارجوك لا تفشلني. انت شوف اعتمادي كله فيك الان، والله اعتمادي كله بالكامل فيك، يا رب اني ما اتفشل شباب. هي فك الباب، ليش مسكر على الباب حبيبي؟ بسم الله شباب. هنا عندنا حيوانات وهذه الامور، كل هذه الحيوانات نعرفها يعني نوعا ما، ولكن شباب انا جالس افكر بيني وبين نفسي وقلت لنفسي، شفت كم تعليق كاتب لي ممكالو جرب وظيفه النحل اذا تجيب لك فلوس ولا لا؟ صراحه انا محتار اذا ترى كانت تجيب لي فلوس ولا لا.
تقول ايش راح يسوي لي انا يا جماعه؟ راح اطيح في ذا الموضوع، انا راح اطيح فيها تمام، فراح اشتري لي واحده من هذه للتجربه فقط طبعا، هذه راح نشتري واحده من الهايف فريم وراح نشتري واحده من البي سموكر تمام. كيف استخدمهم؟ الله اعلم، راح احاول استكشف مع نفسي الان. كل اللي اعرفه ان هذول الثلاثه مجبورين ان نستخدمهم مع بعض يعني بطريقه او باخرى، فراح نحاول نشوف هل ما عندي شيء ثاني استفيد منه. ما اتوقع انه عندي شيء ثاني ممكن استفيد، بشوف بس 113 يا جماعه، اذا كانت 113 يمديني اطلع فلوس مره كثيره لما لا، تشيك اوت يا حبيبي، ليتس جو نشتريهم الان تمام. بس علشان احاول اني يا جماعه الخير افهم الفكره، لاني مو فاهم ابدا الفكره. اتوقع في اشياء لازم ابنيها، راح ابني الان البناءات تبعها، لان مو بس كذا راح تجيبهم خلاص يعني. هذه طبعا اللي راح تجمع لي فيها العسل، اتوقع راح يكون عسل مخزن بالداخل هنا. دون ايش راح نروح البيت، راح ننام وبعدين راح اصحى وراح اجي الصباح علشان نشتري لنا سياره جديده، لان لازم اركز بالسياره بشكل مو طبيعي يا جماعه. هذه السياره ما تحمل ولا شيء. بوم، ما شاء الله، والله الاجواء اسطوريه يا شباب. بس تدرون ايش؟ راح ننام، راح ننام. هي صار كله مطر. شاه والله انا اتوقع اني مرض 100%. با نايم مع المطر، ولد ايش ذا؟ كانت ليله كئيبه يا جماعه، ولسه المطر جاي والدنيا صارت صباح. بضمن ذي العواصف راح نحاول نشتغل شيئا فشيئا. فين الشيء اللي له علاقه بالعسل؟ انا ما اعرف صراحه، ولكن قد شفته في هذا المكان هنا. هذه مو لازم ابني هذول الشغلتين يا جماعه الخير ضروري. 20 متل، 20 كونكريت، وودن بلانك، 2 متل. نايس والله، لازم ندبر لهم مكان مناسب بالنسبه لانتاج العسل وهذه الامور. فاتوقع اني بحطه في ذا المكان هنا بكل اختصار بالوقت الحالي يا جماعه. تعال نثبت هذه هنا، وايضا لازم نبني هذه، تعال نحط هذه جنبها. اوكي راح احاول استفيد منها، ما ادري شلون استخدمهم هذول، ولكن كل اللي اعرفه انه لازم اعبيهم بعدين راح نفهم مع بعض تمام. 20 متل ب 2 متل، انا عندي هنا 10 متل فقط، فراح نعبي ذي يا جماعه الخير 10 متل، يبيع 20 كونكريت. اوكي شباب، واخيرا جيت عند مركز السيارات اللي يبيع سيارات في هذا المكان. حاول ادخل للداخل بختار لي السياره بعنايه. وين المكان؟ دائما اخربط في المكان. اوه الباب هنا، الباب والله مو معروف الباب ابدا هنا. يا ساتر، سياره جديده اللي جايبها هنا. اوكي شباب ليتس جو، خليني اختار الان مركبه. اوه 800 دولار سعر ذي المعفنه، اجل فما بالك البقيه. اوه ماي جاد، 1600 دولار بول، والله غالي والله، وربي انها غاليه. وين طلعت؟ وين طلعت؟ اصبر اصبر حبيبي، شلون 2500 دولار السياره اللي كنت ابي اشتريها؟ لا يا وكالو لا، 2500 دولار، يخرب بيت السعر الغالي يا ولد، ليش غاليه؟ شوف ذي ادوات الزراعه هنا كمان، والله شباب قهر. شلون تبيني اشتري سياره ما اعرف كيف شكلها؟ طيب هذه كيف وراها جاي؟ انا ما ادري والله. تشيز، لا تشيز مول، هذا يبي البلو مولد داخلها. تشيكن سوسج، اوه تشيكن سوسج، والله اذبح كل الدجاج اللي عندي واصنعه واجي. ويبي خنزير يا جماعه، شوف الان 1.9. اوكي انا اعرف ايش اسوي. انا شباب الخطه كالتالي، تعال اشرح لكم ايش بنرجع. بنسوي استثمار، بنروح المزرعه بناخذ السياره مباشره، بنشتري المقطوره هذيك اللي تستوعب اشياء مره كثيره، بركب المقطوره ورا سيارتي. بالوقت الحالي سعر 600 دولار رخيصه مره يعني، ترى السيارات اللي ورا ما تستوعب ابدا اشياء، المقطوره تستوعب. احتمال اضحي بخنزير كمان، اي والله يا جماعه اتوقع اني بضحي بخنزير اليوم يا شباب، اي والله. طيب بالنسبه للحليب وهذه المو، بتركم يا بقراتي في دلم. شوف الدجاج وربي لازم اضحي في نص الدجاجات اللي عندي، بخلي بس دجاجه واحده، ترى هذه سبب دروب فريم كمان شباب، لازم نخلص منهم. ايش كنت بتسوي بمكان؟ بتشتري مقطوره، صحيح صحيح. طيب اسمع ايش، حط اغراضك هنا في هذا المكان الان، هذول بترجع لهم بعدين طبعا. عطني ذي الان حطها في هذا المكان ايضا، بروح اشتري المقطوره وارجع بشكل جدا سريع قبل تصير الدنيا عتمه ومدري ايه. اوه مدري اثبت ذي هنا. طيب اسمع ثبتها هنا بالوقت الحالي برجع لك بعدين. والله شكلها فخم شباب، يا رب انها تستوعب اوتوماتيكيا اغراض ويكون اسرع واشياء ثانيه يعني تمام. بنشتري مقطوره وخالصين يعني، هذه الفكره سهله ايزي الموضوع. يا رب يا كريم، المقطوره الان راح تنزل لعمك مامكالو يا حبيبي، الف مبروك لنا يا جماعه الخير. فينها؟ اوكي هذه اتوقع راح اشتري ذي، مناسبه جدا 600 دولار، سمول تريلر بدك تحط فيها اشياء مره كثيره، ناهيك يعني انت عندك اصلا بدك تحط فيها اشياء، فاتوقع راح نشتري. ما في شيء ثاني ما اندم، ها ان شاء الله ما راح نندم شباب، نتوكل على الله. يلا سمول تريلر، لا 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 اصبر، شيل ذي شيل ذي، هذول شيل ما شيل، 600 دولار تشيك اوت شباب، اشتريناها. لا حجمها كذا صغير، توقعتها اكبر. هذه هي المقطوره شباب، والله توقعتها اكبر بشويه، بس يلا مقبوله مقبوله. بس ما علينا يعني، ايش نسوي؟ هذا هو موجود يعني، راح نقبل راح نقبل ان شاء الله. اتوقع هي حرف السي هنا. ياب هنا هنا شباب، هنا ضغطتها ركبتها، ليتس جو، مكتوب هنا ليتس جو يا حبيبي ليتس جو. يعني راح نشتغل في هذه المقطوره بالوقت الحالي لين ما ابدلها شباب. انا ما اخب عليكم من كم اني بتفشل، هذا شيء مو واضح على وجهي، بس انا من داخلي انقهر، مقهور والله اني مقهور، خلوني مقهور شو، خلوني 15 2 متل 1 12 متل و20 كونكريت. راح نشتري 300 دولار راح يكلفني علشان ابني اغراض النحل، انا بشوف كم ممكن استفيد من النحل. ما علينا، جالسين نصرف ونصرف شباب. اتوقع بيضل معي فلوس الان، كم بقي معي فلوس؟ 700 دولار، راح ازيد عليهم شويتين وان شاء الله راح نشتري بقره، واخيرا وليس اخرا يا جماعه لازم نبدا بانتاج البقره بشكل مو طبيعي. والله يعني مديني احمل عليها كثير اشياء، والله نايس والله شباب، وربي انها مو سيئه. بل بل لا ايش الاضافه ذي يا حبيبي؟ تطير لي اغراضي الان، كل شوي بنزل المهم الان، استهبل ركبها كويس حبيبي.
والله يا شباب اتوقع اني بسويها وبذبح الخنزير اللي عندي علشان اكسب منه فلوس مره كثيره. هذا هو اليوم، اليوم اللي لازم اذبح فيه الخنزير اللي عندي. ما علينا، انا اسف جدا مضطر اني اسوي ذي الحركات الكريهه اللي عندي شباب علشان نحاول نستفيد يعني. طيب طيب راح نحاول نحط هذه هنا، يحتاج 5 كونكريت مثل ما قلت لكم. انا اشتريت 25، انا اشتريت 20 حبه علشان هذه. ليتس جو، باقي لها 10 متلات، راح نركب العشره هنا. خالصه ذي، ليتس جو. لا توي ركبتها بالعكس في مكان ثاني، صح مكان هنا كويس. ايش ذي، ايش تسوي ذي؟ بالله خبرني مكانك كويس، ليه ما بدينا نلف الاغراض شباب؟ والله ما اعرف اذا مكانك كويس ولا لا. هذا ايش بعدين؟ اي هذا ايش شباب؟ دايم والله شكله اسطوري. بس اثنين متل، حط هذه المتلات هنا. اسمع مكالو، حط المتلات الباقي عندك هنا عشان لا تنسى. يبي 15 وود، هذه الفرصه المناسبه عشان نجرب ماكينتنا الجديده يا جماعه الخير. بنجربها في هذا المكان هنا مباشره. تمام، انا صراحه متحمس اعرف هذه كيف تشتغل الان. وربي اذا ما كانت تشتغل بشكل ما فيها الا فيها بنزين، والله فيها بنزين، الدنيا فيها بنزين. هل انتم مستعدون يا جماعه الخير علشان نستكشف؟ اي نعم انتم مستعدون. اتوقع اشتغل شغله دي خلاص. اسمع طفيها الان، ما ابي طفيها. اوكي طفيتها الان. طيب الفكره اني اقطع ذي بعدين اجربها لان اوكي شغل. هذه ايش تسوي الان؟ المفروض اسرع ولا اقوى ولا ايش فيه؟ لا تقول لي بس اسرع. ها بالله عليك دفعتني فلوس علشان اسرع، ما تعطي اكثر كمان الا تعطي ثلاثك. هذه اثنين، الله ياخذ وجهك والله قهر. ما ادري توقعت تكون افضل، هي اسرع يعني، هي افضل اكيد، بس ابي شيء كذا تحط فيها لوحدك يعني، مو مضطر انت تسوي بدل الامر. مو مشكلة، مو مشكلة شباب، مو مشكلة، تبقى أفضل من هذيك بألف مرة، صح ولا لا؟ إي نعم صحيح 100%. طيب عطني الآن هذه، ما علينا يا جماعة الخير. ثلاثة، نبي ثلاثة، خلص جبت لك ثلاثة الآن، خلينا نبني هذه الآن هنا. ترارارا بنيناها يا جماعة الخير، سلام عليكم. أوه هذه طلعت من هنا، كافو. شباب أنا اللي فهمته الآن على حسب خبرتي، على حسب فهمي للموضوع، إنه هذه راح يجمع لي فيها عسل، مما يعني هذا يمديني أروح أبيعها بعدين، هذه اللي تشوفونها بيدي، أوكي؟ هذه الآن يمديني أروح أبيعها وكل شيء، ولكن عشان تسوي ذي أنت لازم تجيب من هذه وتحاول تحطها في أحد هذه الأماكن. هذه فيها صفر، ليش؟ لأن هذه ما فيها أصلاً، ما فيها عسل، لازم تجيب عسل وتحاول تفتح ذي وتحط عسلاتك في هذا المكان. تسكر هذه مثل مخزن الجبنه يعني، هي راح تسوي لك عسل. تمام، الفكره ان هذه ما فيها عسل، انت لازم هذه تحط فيها عسل. هذه بالنسبه للسموكر راح تاخذها وتروح عند اي مكان كذا في تحته عسل. كيف كيف ابي اوريكم، والله نبي نروح اوريكم شباب، تعال نروح اوريكم. ليتس جو، ليتس جو، نمشي الان. اتوقع بفك المقطوره منها علشان سهوله المواصلات الان شباب، ناخذ المقطوره بالوقت العازه فقط. فبناخذ ذي الان معانا، هذه سكرها الان هنا. كويس ان هذه ما تحتاج فيول علشان تشتغل، ولا كنا تبهدلنا الان يا جماعه. شغل يا مدير، ومشينا ندور على خليه النحل. اوكي حصلتها وربي حصلتها، ليتس جو ليتس جو ليتس جو. تعال 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 تعال، راح تجيب هذه يا جماعه الخير، راح تجي لهذا المكان، راح تحطها تحتها وراح تشغل. شوف الان راح يحط دخان بسيط الان، علشان اذا ما سويت ذي الحركه راح يهجمون عليك النحل نوعا ما. فانت راح تجي الى هذا المكان بكل اختصار، راح تضغط على حرف الاي، تسوي كولكت للعسل، وراح تلاحظ انه هنا صار معك الان نوعا ما بين قوسين صار فيها عسل هذه الخليه اللي معنا هنا. اوكي مع ان هي صفر بلي، بس ما عليك، هي فيها عسل يعني. الفكره الان انه نجيب ذي الان هنا. خلاص مع السلامه، الان انا انتهيت من هذا العمل، ما توقعت يكون بذي السهوله صراحه يعني. والله مكان اسطوري، والله في وحده ثانيه هناك. يو لو اني شاري وحده وجاي. شوف المكان مو بعيد، اتوقع يمديني اروح، والله ما يمديني. انا ما اعرف اذا هذا المحل يبيع ولا لا يا جماعه بالنهايه. هل هذا المحل يبيع ولا لا؟ انت تبيع خلايا عسل يا طويل العمر ولا لا ما تبيع؟ يب والله يبيع، والله يبيع فريمات. ليتس جو نجيب اثنين كمان يا جماعه، ليتس جو نجيب اثنين، لان راح احتاجهم هذول الاثنين، اوكي؟ وهذا انا رجعت الى هذا المكان اللي كنت فيه والعسل كان من هنا اتوقع. هذه هي الشجيره البسيطه هنا. انزل معنا شويتين، جيب هذا السموكر. تعال تعال تاني معنا هنا، ما ودي شو اوريكم ايش بيصير اذا في حال ما شغلتها، لان اتوقع واضح ايش بيصير. اوكي شغلنا هذه الان هنا، نايس ون. اعطيني ذي اللي مو معبيها. بسم الله، تعال نسوي كولكت. تمام يا شباب سوينا كولكت، راح تلاحظون الشجره كلها صارت في هذا الشكل. سامعين صوت النحل وراي؟ والله شباب اسمع طنين النحل هنا وراي بشكل مو طبيعي. اوكي شباب جيت لهذا المكان من جديد، سلام عليكم. هاي انا رجعت باكثر باسرع سرعه ممكنه. اوكي هجيب هذه اللي فيه. بسم الله، اوكي لازم هذه تكون شغاله. با والله ارتعبت، لا اله الا الله وربي اني ارتعبت شباب. هذا ما يمديك تحملها اذا مو مشغل هذا السموكر، يخرب بيتكم والله رعبتوني والله. على العموم انتم شفتوها ايش يصير اذا في حال هذا شباب. خلينا نحط هذا كمان بالداخل، ما ادري ليش بصوتها ما علينا. اوكي خلاص سكر، تمام. انت بس كذا لازم تسوي لوحده راح يحاول ينتج لك اياها وراح يزيد هذا الرقم، اوكي؟ ما علينا خلاص. اسمع طفي لي ذي قبل لا تصير الدنيا ليل. هل ترى اضحي بخنزير؟ الخنازير الثانيه تكبر ولا لا؟ طيب هذا هو، هذه لسه رضيع شباب، لسه راح تجيب بيبي. شوف معانا في عليها كذا مصاصه، لما يكون فيها رضاعه مو مصاصه، هذه الرضاعه يعني في بيبي قادم كمان. اوه ذا كمان كبير صاير شباب، هذا كمان كبير صاير والله. والله كان لازم اخلص من واحد، شوف اصلا هم كبار يعني. هذاك البيبي الصغير والله كبران والله.
اتوقع اني لازم اخلص هذول. لا تقول هذول الكبار، الاهل هذول صيب هذا الاهل. اسمع تعال معي تعال معي، والله في كثير منكم، والله ابي اخلص من واحد، والله اني اسف والله. يلا تعال 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 بسرعه نطلع برا، مشوار مشوار بسيط، بسرعه بسرعه تعال، لا احد يشوفك الان، سكر الباب هنا. باخذ يا جماعه الخير الى هذا المكان. وقفنا خلاص وقفنا. اسمع انا اسف والله امام الكل، امام الحشد، امام الملأ. خرطش يا ممكن، قالوا خرطش، السلام عليكم، طلقة الرحمة شباب، والله أنا بفلوس، أنا آسف، نبي فلوس يا ولد، كان يحتاج بس لحم خنزير، مو مجفف ولا شيء، مع السلامة. يا قلبي، والله إني آسف شباب، كم إني أكره هذه اللعبة شباب، والله إني أكره دي. الله، طيب راح نجيب هذه الآن، هذه لازم نفضي اللي فيها جماعة الخير، بيك أب، وكان لازم أشتري واحدة ثانية من ذي، والله كان لازم أشتري واحدة، واللحم كثير مرة بالأرض، يا ساتر، مضطر إني أفضي بالسيارة الآن بالوقت الحالي، ما عندي مين يحمل أتوقع. ياب ما يمديني احمل، فين سيارتي؟ فك هذه الان شويه من الشباب، بشغل فلاش لايت، اعذروني شباب اذا العب بالليل كذا يعني المنظور عندكم، بس انا اسف يعني. وين رحت حبيبي؟ اركب. اوكي شباب القطع الباقي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. والله احس حرام، ياب ما يمديني على حالتي، لازم ضروري احمل مقطوره معي عشان لا افضيها هنا، خلص حط هذا هنا وامشي يا مدير. ليتس جو شباب، راح نحرك الان مباشره، نرجع لورا الان. اوكي مثل ما شايفين يا جماعه سوينا لنا الحمل، مشينا يا مكان نبيعها، وانا وعدتكم ان الدنيا ليله تصير الا وانا بايعها يعني. اوكي شباب فين البرجر؟ انا وصلت الى مكان البرجر من هذا المكان، تعالوا صف هنا، خلاص وقف هنا انت الان لوحده راح يعرف. بورك، يب يبي بورك، يبي تشيكن سوسج، لا ما سويت تشيكن سوسج. هذه اللي كنت ناسيها والله، معنا تعال نبيع هذه بالاول الان معنا يا جماعه، كم راح يطلع السعر؟ اوه ماي جاد، شوفوا كم السعر، 1000، السعر 1000، والله مناسبه والله، يا ساتر صار معي 1700، يا خربت السعر والله ما توقعت، بول والله كثير مره. باقي لك حبه ولد، بيع هذه الحبه كمان، 1.9 كم سعر الحبه؟ 57 دولار سعر الحبه، صار معي 1800، ولك صار معي 1800، اول مره وصل لهذا المبلغ باللعبه شباب. طيب شباب اروح اشوف التشيكن سوسج ايش وضعه الان بالبيت الان. اوه لا نسيني حبه لحمه هنا، ولكن نسيت حبه لحمه ما مكان، هذه تجيب لك فلوس مره، هذه حط هنا، عطني ذي الان معانا هنا، خليني بس اروح شويتين هنا. تشيكن سوسج مكالو، والله لو ما في تشيكن سوسج اوريكم الان. شباب هذه ايش هذه؟ بورك سوسج ولا تشيكن سوسج هذه؟ بورك هذه السوسج، ما عندي تشيكن سوسج انا. ما اشوف. اي ضوي البيت، حسبي الله، خلص الان اشتغل براحتك يا ولد. طيب بس برا الان ابي اجيب دجاجات الان للبيت الان معنا. عطني ذي بالعتمه، ما يحتاج اني اشوف شيء ولد قبل الدنيا تصير ليل. انتظرين هنا بالداخل بجيك الان، اوكي خليك شويتين هنا، ثواني ثواني شباب، والله راح افضي المنطقه هنا كلها اتوقع الان. جنب التشيكن سوسج يا حبيبي، تعال هنا معنا. بحاول افضي لي كم دجاجه شباب يعني لازم. خليك شويتين هنا بجيك الان. اربع خمس دجاجات كذا على الماشي. نصنع على طول منها سوسجات. بس لا يكون يبي لي اني هذا اجففهم بالاول، انا اذا كان تجفيف انا متت حرفيا. اتوقع انه ما يحتاج تجفيف صح؟ ان شاء الله يكون كلامي صح. اربع دجاجات كافي اظن. اظن كذا كافي شباب. والله اني اسف والله، يلا ما يصير كل واحد طلقه، معنا ست طلقات يا جماعه، عددكم اربعه، فاتوقع انه يكفي، يلا يا شباب، حبة، اثنين، ثلاثة، أربعة، لا تهربوا لا تهربوا، والله أنا آسف، ما في مفر، خلاص ما في مفر ما في مفر. أعطاني ذي الدجاجة اللي يمديني أجيبها الآن، كيف أفرم ذي الدجاجة؟ بوت إن، واستخدم ذي الآن، ما في طبق تحتها طيب، وين طلع ذي؟ إيش يطلع لي إذا ما في طبق؟ وين الطبق؟ لا تقول لي ضاعت. ما في طبق تحتها، ضاعت الدجاجة علي يعني. تستهبل صح؟ لا ضاعت الدجاجة لأن ما في طبق، حسبي الله. معنا معنا شباب، والله سويت خطأ فادح أنا في هذا المكان. كان لازم أسويها كذا الآن. يب كذا الآن، أوه ماي جاد، معنا معنا، شباب سامحوني والله. بعدين تجيب ذي. يا أخي مو ذي، أوه شيت. أنت لازم تجيب ذي، تحط هنا. تحط هنا. لا تشيل الوعاء ذا. ركزوا كويس يا جماعة، لازم ما تشيل ذا الوعاء. بيك اب لازم تجيب ذي، يب بوت ان، تحط هذه هنا يب، بعدين تسوي كذا وتسوي كذا، يب كذا واخيرا ضبطت ضبطت، هذه هي تشيكن سوسج اوكي؟ انه يبيعها كذا ولا لازم تكون مجففه؟ والله اني ما ادري يا جماعه، كل اللي اعرفه انه راح اشيل كل شيء من هنا حرفيا. تمام هذه خلصت، جيب هذه الان، حط هذه هنا، رجع هذه مكانها، افلت ذي بسرعه الان، اعطيني اوكي اعطاني اثنين، خليني احطها في هذا المكان كمان هنا، حطها في العلبه جي مباشره. شوف مكتوب راو، مكتوب مو مطبوخ، يو مستحيل ينطبخ بسرعه، لازم نظبطها عند الصباح ذي شباب، او نبني لنا بيت اكبر من ذا، لان هذا البيت مره صغير، 3% صارت ما راح الحق ابدا مستحيل. وهذا هو محل البرجر شوب، اوكي صف هنا، يا رب انه يرضى حتى لو هي نيه. مغلق المحل، يخرب بيتك جبتني هنا بال، لا مغلق المحل. المحل طلع يغلق على الساعه 12 بالليل، انا ماني فاهم ليش كل مره ليل
يجي المطر فجأة، ليش يعني بالليل يجي المطر؟ هذه أحد يشرح لي يا شباب، والله إنه أنا عجزت أفهم. بروح أنام ببيتي جوا بالأعلى لأني متضايق اليوم يا جماعة، والله ضايق. بروح أطلع أنام من غرفتي والله بالليل. صباح الخير يا جماعة الخير، صباح النور، صباح الشهرة، مساء الخير. هلا والله يا حبيبي، هلا. وأول شيء رح أسوي رح أجيب الحليب لأني مهمل ذا الموضوع اليوم بشكل. حبيبي أنت نايم مو نايم ما يهمني، ترى أصحى. تعال هنا بسرعة معانا، أنا بالأمس بالكامل ما حلبت ذي البقرة شباب، تعال معانا يا الحليب هنا في هذا المكان، اصحوا يا البقرات يا الجميلات اصحوا، عطني هذه أنت الآن، خلي خليك وين رايح وين رايح، تعال هنا، واحدة اثنتين، فتعال أنت معانا هنا من بداية اليوم، هذه كبرت والله، والله أنها كبرت شباب، دقيقة، فين 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 تبع الحليب فينها؟ ضعت ضعت فين تبع الحليب؟ ولك هذه كبرت كثير والله، دقيقة شوي شباب خليني أطلع أطلع أو ما قلت هنا، شباب خليني أحط هذه الحليبات هنا. تعال شوي تعال شوي تعال تعال واخر واخر لا اطلع برا لا اطلع برا. فين البقرة الثانية هذه؟ لا ثاني ثاني. هذا هذا ذكر، هذا ورع، هذا ذكر طلع. لا يلا وهذه كمان شوفوا الان شوف راح تخلف بيبي كمان. شايفين كيف عليها الان هذا؟ ما طلع يمديني الزبدة، انا تحمست على الفاضي بس انه معلن يا جماعة. انا جدا حزين ما بداني ابني ذيك، بس اتوقع انه لازم نبنيها اليوم يا شباب عشان مزرعة الدجاج تصير. هذه مستوية، ليش تحط هذه؟ بتحط بالارض هذه، تحط مكان هذه اللي هذا. طيب مامكالو ايش كنت بتسوي انت الان مامكالو؟ انا بحاول قلت لكم اشتري غراب، بس تعال نشوف وضع النحل ايش صار معنا بالنحل يا جماعه. اوكي الدنيا مطر شويتين بس ما علينا، اتوقع هذه مشي 49%. بو والله ياخذ وقت، والله والله ياخذ وقت، معناها في شباب فلوس فيها كويس نوعا ما. يعني انا لازم لابد اني ابني البئر ذاك شباب، انا ما يهمني ابني الطاحونه ذيك، ابي ابني البئر هذا بقدر ما 20 كونكريت نحتاج. طبعا شباب لا ننسى ناخذ المقطوره تبعنا معنا، يعني شباب تتوقعون يعني اكيد راح اخذها معي. ارجوك يا البرجر شوب لا تفشلني والله، لو تبي شيء له علاقه بالها. يبي حليب، يبي حليب شباب، بيف سوسج اوكي، يبي حليب البرايس 1.9، يا ساتر. يبي تشيز من نوع وايت مولد، يا حبيبي ما ابي اشتري ادفع فلوس، هذه الوايت ما اكره هذه الحركه، بس تبي حليب ابشر بجيب لك حليب ما عليك. تعالوا يا جماعه الخير ننتقل ونشتري الاغراض المناسبه علشان نبني الامبراطوريه تبعنا، ولو اني راح ادفع فلوس الدنيا كلها. الفلوس تروح وترجع يا جماعه، والله الفلوس تروح ترجع، بس سعاد دجاجاتك يا حبيبي ما تروح. انزين بسرعة، أول شيء خليني أشوف ايش لازم أحتاج بالنسبة لـ هذه 20 كونكريت مامكالو، شوف كم تكلفك 20 كونكريت، هذه لابد إنك تجيبها لابد. 5 10 15 20 بنشتري من هذا يا جماعة، بتبع خطة واستراتيجية جدا رهيبة الآن راح تشوفونها مع بعض طبعا الآن. طيب هاي جمعنا الآن كل هذه المقطورة عشان نصف فيها 4 كونكريت فقط يعني. مالي مالي إيزي. وهذا نحن الآن يا جماعة وصلنا إلى واخر يا ولد، هذا نحن الآن وصلنا إلى الجنرال ستور. سلام عليكم، بدخل من هذا الباب ذي المرة. حبتين ثلاث حبات اكل بس عشان امشي الوضع فيه شويتين كذا خفيفيتين. اوكي لا تقلقون يا جماعه كل شيء تحت السيطره تمام. كان يبي من البلو مولد مع الجبنه يا جماعه، توقع السعر راح يطلع تدري ايش؟ علشان المتعه راح اجيبها يا جماعه، بما انه طالبها بواحد فاصل راح اجيبها، راح اجيب حبه منها. مسوي تيست خرافي الان يا جماعه. اوكي انا دفعت 230 تذكروا كويس، ها انا ما خسرت فلوسي المفروض، يعني هذه الوحده المفروض تعطيني 4-5. اوكي رح ننتج جبنه بدل الحليب، رح ننتج جبنه اكيد 100% الجبنه اغلى من الحليب 100%، ما يحتاج لها اثنين يتكلموا فيها. مامكالو اسرع عندك اليوم بالكامل علشان تبني يا مامكالو. ببني هذا الامر بالنسبه للدجاج بعدين شباب، خلينا نركز بالجبنه الان، ضروري جدا نركز بالجبنه. لان ببني هذه بعدين، اوكي بس عطني هذه يعطيك العافيه مع السلامه. راح نركز في هذيك الامور بعدين عشان هذيك يعني بالنسبه لي راح الحق نفسي قبل ما يفوت الاوان يعني الان. ايش ابي؟ كنت ابي الحليب يب عطني. يا مامكالو جيب لي الحليب جيب لي الحليب. والله لازم اجيب بقرات ثانيين يا جماعه الخير، ايش كذا اسوي؟ نو ميلك ولد، توني جبت منك ميلك، شلون نو ميلك؟ رح ناخذ الحليبات. اركض اخوي عمر اركض على على طول الان البيت سكر. ان شاء الله ما اجيب العيد. فيها خمس حبات بس هذه، يو فيها خمس حبات ما يكفي، يخرب بيت الخمس حبات والله زعلت والله. عطني ذي حط هنا، عطني ذي حطها معاها بسرعه اد. يلا اطبخ ورع اطبخ، لازم اجفف الجبنه كمان يب، والله لازم اجفف الجبنه. حط حط مكانك في مكان يب، في مكان في مكان، اتوقع يمديني يمديني بالراحه مامكالو ريلاكس ايزي مامكالو يمديك يمديك. كم حطيت فيها الان؟ لسه عندي لتر. واو والله يمديني نصنع كثير يا جماعه. خلينا نكتشف السعر، انا ما ادري اذا حطيت معهم بيضه ينفع ولا لا، بس ما ودي اخرب الخليط يعني، مكتوبهم ما يبي مع بيض بس مكتوب بلو مولد هذا. راح نجيب نشوف الجبنه المفروض تجي لونها كذا على ازرق الان معفنه كذا مره، راح نحطها في هذا المكان عشان تعفن اكثر. اللي وصل الى هذا المكان بالمقطع اتمنى انك تنزل وتضغط على الزر لايك كذا يعني بس على السريع يا جماعه الخير، شكرا لكم جدا. اوكي ليتس جو يا جماعه، خلينا نحط هذه كمان هنا في هذا المكان. بوم سكر
يا اخي صوت النحل، يا صوت النحل كم انه كريه، يا صوت يا ريتني بعدت من البادي يا جماعه. صوت النحل يا الكريه، كم هذه خلصت من هذا، ما يمدينا نشوفها من هنا. خلينا نشيك يا جماعه الخير، تعال نشيك نسوي 1000 شغله منه. 79 لاست كول، 79 شباب، اقترب الان. ايزي، ما راح ابيعها طبعا لين يطلب مني سعر عالي فيها اكيد، يعني مثل باقي الاشياء. تعالوا بالاول نعبي هذه الاماكن بما انه عندنا الاغراض هنا. ليتس جو نعبي. اوكي، كنا نبي كونكريت علشان هذا المكان، يبي 50 كونكريت وانا جبت 20. لا اله الا الله، كم انك واحد غبي، كم انك واحد غبي. يبي 50، او ماي جاد، يا الله صرفت الكونكريت علينا، ما كان لازم احطه في هذا المكان. ليش حطيت الكونكريت هنا يا غبي؟ لا يا شباب لا، والله ندمت. ولك مو هنا كنت جايب الكونكريت لهذا المكان. يو يا الغباء، صرفت الكونكريت على الفاضي. ولك ما كنت ابي احطه هنا شباب، مو هذه الخطه كانت. او ماي جاد، الخطه كانت اني ابني بير، ابني بئر يعني. بسرعه روح اشتريها، بسرعه روح اشتريها بسرعه، والله نرفز. اوكي شباب، واخيرا شباب السيارة هذه تصرف مرة كثير، والله لازم ابدلها. ايش ذي السيارة تصرف مرة كثير يا حبيبي. اوكي شباب، انا الان وصلت من جديد. ولين اول شيء راح اسويه انه خليني بس اشيك هذا كم صار الان. بالله اخلص بسرعة، لا تكون هذا 13% بس. يو ما يمديني اشيلها، يا الله ما يمديني اشيلها. طيب بما انه الان الدنيا كذا ممتازة شباب، انا راح اسوي انه راح ابني بئر مياه في وسط المكان هنا. هنا ممتاز، هنا في هذا المكان تمام. يحتاج 20 كونكريت، انا جايبهم الان معي هنا. ليتس جو، نمشي شويتين كذا الامام، نبني هذه هنا في هذا المكان. ما ياثر بالابواب صح؟ هذه الابواب هنا ما ياثر فيهم. الدنيا تصير ليل يا جماعة، ادري والله، بس كذا ولا كذا ما راح انام لان في عندي جبنة جاهزة تستوي الان، وفي عندنا مهمة لازم نسويها. حط هذا الكونكريت هنا. اوكي، روح جيب الخشب الان، نقطع بعض الخشب ونرجع. ليتس جو، راح نجيب خشب بشكل جدا سريع بسبب هذه الاداه اللي شاريناها يعني الان. ما يمديك الا تفتح عين تغمض عين الا ويطلب منك. شوف لها مسرعه، والله ما شاء الله سريع جدا. وبشرح لكم الان الخطه، لا تقلقون شباب، اتوقع انكم الان قلقين جدا. والله ما حد خالق ولا شيء، ممكن المهم شباب اتوقع انكم مو عارفين ايش جالس اسوي الان. انا ما ببني ذي، ببني الان شيء للدجاج علشان احاول اني اطعم الدجاج بذات نفسي. والفكره راح تقولي لي ممكن عدد الدجاج مره كبير، ما يمديك يعني عليهم كلهم. بحاول اذبح كل الدجاج اللي عندي، بخلي دجاجه واحده وديك واحد ويرجعوا ينتجوا من جديد. اوكي، ليش اسوي كذا؟ لان اولا بستفيد جدا من هذه الحركه، عندي لحم مره كثير. ثانيا يا جماعه الخير، بحضر الايام القادمه اذا جاء برجر اشياء، يعني انا لازم اسوي كذا، وانا ما احتاج هذا الكم الهائل من الدجاج بنفس الوقت. اوكي، اتمنى ان تكون واضحه الفكره. طيب ولا تزعلوا مني، يعني لازم كذا نسوي من زمان. الدجاج انت مو جايبه فل عشانك، عشان تبيعه كمان دجاج تستفيد منه يعني. طيب هذه بنيناها، والله كفو والله. لا تقول لي هذه انك تحتاج تحط فيها مياه عشان لا اقوم اجلدك الان. اوكي اصبر، حط لي ذي بالارض شويتين. هذه كيف تشتغل هذه؟ شوف ذا يستبعد على المخ ولا ايش؟ كيف استفيد من ذي؟ ضحكوا علي والله. لازم فيها بوكيت وات، لازم ارفعها. يب، هي بالاسفل. اوكي بس يا ولد والله اني بعاني، انا اكره ذي يا جماعه. واو، ما في عندي مساحه الف الماوس ولد، ما في مساحه. كذا رفعناها على الاخر، يب رفعناها اتوقع ولا؟ يب رفعناها عشان نحط هذه فيها وتنزل. اوه نايس والله شباب، كذا تطلع المي. نايس يا حبيبي نايس، كذا تلف. واو بس صعبه يا حبيبي والله صعبه، انا مساحه بحر لازمني الان. اوكي حلو، نايس والله، وفيها مياه لا نهائيه. ايش تبون احسن من كذا؟ انا ما ادري عنكم شباب، والله اسطوري والله. 32، ما يمدينا والله ما يمدينا، اتوقع يمدينا شباب، ما يمدينا ابدا. احس اني بنام على الفاضي يا جماعه من السهر، والله بنام. نصحى في الصباح نركز وضعنا هنا اكثر، لازم تخلص من هذه الشغله بالليل عشان دجاجاتك بكره يكونوا تمام، يعني ان شاء الله راح يكبروا في ذا المكان اكثر واكثر. ايش طلع الجبنه؟ تيستينج بسيط شباب، ابديت 37، اطلع نام اطلع 37، والله ما يلحق لو ايش. اللي مو فاهم الفكره، انا لازم انام ضروري يا جماعه، لان كذا ولا كذا على الفاضي انا سهران الان. على الساعه 12 يسكر المحل، ومستحيل اخلص من هنا ليسكر المحل، هذا ما راح يستوي. طيب اوكي، سكر المكان هنا شويتين هنا معاك الان. صباح الخير يا جماعه الخير، جيت اخبركم صباح الخير شباب. اي طيب، انا اخذ الخنازير هنا، بشوف المي عند الخنازير ممتازه. المي صفر، ولك المي صفر والله شباب، ما حسبنا حساب المي صفر هنا، والخنازير يبي لها مياه نوعا ما، فبحاول اني احط لها مياه بقدر الامكان. وخر الكيبورد شويتين ولفها يا مدير. ما يلف احيانا شباب، ما يلف هذا، ايش فيه؟ ولد يا اخي، ايش دي الطريقه المعفنه ذي؟ اتوقع في فرخ نزل الان معنا، سامعين صوت الفرخ اللي نزل شباب؟ اوكي جيب ذي الان، ممكاله المعرق تمام، تممته الان خلاص، يكفيك في ايش شوربه يعني، خلاص كافي. جاب بيبي الخنزير، كافو وينهم؟ هذولهم جوا، هذولهم بالداخل. شوف جاب بيبي من جديد، كم واحده كم واحد؟ جاب واحد هنا معانا، هذا ميت. خنزيري ميت، ليش ميت؟ هذا كمان ميت شباب، ماتوا خنازيري، ليش ميتين؟ لا يا ربي، ليش خنازيري ميتين؟ هذه كمان حامل، هذه حامل شباب، هذه حامل. لا ليش ماتوا من المي اتوقع؟ او ما كان في اكل عندهم؟
ماتوا خنزيرين، لا يا ولد لا يا شباب لا، ببكي والله، ماتوا ماتوا والله ماتوا. لا يا قلبي آه يا قلبي آه، ايزي فلوس ايزي موني شباب ايزي موني. والله هو انا زعلت كثير يعني، بس يلا ما ايش قضاء شباب، هذا قضاء وقدر يعني بالنهايه، هذه الحياه يا جماعه، سنه الحياه كذا لازم تكون. لا تناظر، لا تناظر بخويك الميت، بياكل خوي الميت ده ولا ايش يا ابي، وخر منه. يا الله والله قهر، شوف كيف ميت شباب، والله قهر، انقطع قلبي عليه، تقطع قلبي عليه والله، ما بدي احمل ذي، خلاص يلا انسى، حطه بجيبك ذيك. شفتوا يعني ما يدخل شهر ايش يصير يا جماعه الخير؟ شفتوا اذا في حال ما كنت داخل من شهر ايش راح يصير؟ اذا ما كنت داخل شهر باللعبه خنازيرك راح تموت. يوه بس لا بس لا يموتوا الكبار اللي عندي، ها والله بنجلط. باي الزحمه 47 لسه جبنا ما استوت، صرنا بيوم الثاني والجبنه لسه 47. طيب شباب تعالوا الان نبدا عمليه النقل، تمام؟ انا راح اعبي الاكل وهذه الامور وانا بنبدا عمليه نقل. طبعا ما راح يكون في غير دجاجتين راح انقلهم، مع الاسف كل ذا الباقي راح اذبحه، لان اولا يعني على الفاضي الدجاجات كل هذه، ف والله ما يهون على قلبي والله، والله ما يهون والله. اول شيء الديك، تعال هني الديك، انت الان راح تروح مع ما في غير ديك واحد يا جماعه ومسبب كل ذي الازمه الديك هذا. خلينا نحط الديك في هذا المكان، روح يا ديك روح تجول. نفتح لهم الباب هنا طبعا، المفروض البيض البيض ينزل تحت والباقي هنا، احط اكل هنا اتوقع لازم صح؟ يابا والله اتوقع الاكل لازم يكون هنا. انا بفضي كيس هنا وكيس برا، انا ليش بنيت ذي؟ فيها سبعه ذي، ما نحط فيها اكل ذي، انا ما حطيت فيها اكل، فيها اكل ذي. يوصل اكل، شوفوا وين حطيتها انا، وصل اكل شباب. والله اني ذكي والله. والله اني ذكي شباب، والله وصلت. يا خربت الغباء، اجل ما احتاج اني ابني ذيك الان، بس بما اني حطيت فيها كونكريت بخليها بالوقت الحالي يعني. اجل فيها اكل، خبي اكلك الابيض ليومك الاسود يا حبيبي. ولد ما في اسرع من ذي الطاحونه، انا فهمت الان ليش لازم ابني الطاحونه ذيك يا جماعه. اتوقع اني فهمت الان ليش لازم ابنيها. طيب راح نحط اكل الدجاجات الحبيبه الان. طبعا هو بس بيعبي اكل ذي، ما تعبي مياه، فما عليكم على الفاضي اذا مياه ولا لا. طيب راح نجيب الان دجاجه كبيره من هذا اللون. طيب دجاج من هذا النوع، ليتس جو، روحي الان انت معانا هناك. هذا ايش، ليش هذا متكي هنا؟ ما ادري ايش متكين هنا جنب بعض، والله ما اعرف ايش جالسين يسوون. واتوقع اني بذبح كل شيء باقي يا جماعه حرفيا، اي والله انا اسف، حتى الصوص لازم اذبحه يعني. ليش؟ لان ياكلون اكل كثير، بيموتون منهم كثير، ما ادري، مو ظابطه الفكره. والله الشباب ما هان على قلبي اذبح هذول الدجاجات، هذول الدجاجات يا جماعه الخير، كيف يهون عليكم اني اذبح دجاجاتي؟ ما ادري والله عنكم، ما احس اني من جد راح اذبح دجاجاتي، لا والله ما اذبحهم، ذول دجاجاتي، ذول عيوني، ذول قلبي يا حبيبي. راح نصف هذا المكان شباب، راح انط هنا شويتين وراح نفضي الدجاج معنا في داخل هذا المكان، خلاص روحوا روحوا، سووا اللي تبونه الان، استمتعوا ان شاء الله تستمتعون بشكل مو طبيعي. شوف هذا صار يطلع للعلي، بيطلع للعلي. اتوقع هذا الصغير كمان بيطلع. وشباب حطوا ببالكم انه الدجاجات صارت هنا راح تستمتع بشكل جدا كبير، بديها تتجول، كانوا محشورين في هذا المكان. هنا يا جماعه الخير راح نكتشف بعد كم يوم اذا في حال صار عندنا بيض، صار عندنا دجاج ولا لا. اتوقع لسه في عندنا كم صوص راح يطلع من هنا، والله اعلم يعني. بعدين بدمرها للاسف، راح نستفيد من المساحه هنا بشكل جدا كبير من شغله ثانيه. وبس يعني هذه الفكره بكل اختصار، اني نقلت هذول لهذا المكان، تمام؟ هل جالسين ياكلون؟ يا خلصوا الاكل، انا ليش اكرههم لهذول الدجاجات؟ شوف كم واحد جالس يقضي الاكل، قضوا على الاكل قضاء موت. واو ايه كلهم محشورين في ذي الزاويه، ليش؟ عطني كيس الاكل هذا، انا عرفت ليش كذا شباب هذولي. حط كيل، افرط كيس الاكل هنا، شايفين وين فرطت الاكل؟ فرطته هناك عشان يروحون للاعلى كمان. انا اتوقع نصهم الان راح يروح للداخل عشان ياكل. انا جبت ذي مو على الفاضي، بحط هذه كمان بالداخل. حط هنا عشان يروحون للداخل شباب، انا كذا بجبرهم انه في اكل بالداخل، يعني روح كل من الداخل. كل من داخل وياه، ليه محشورين هنا؟ ليش ما فهمت؟ خلاص انا سويت اللي علي والله، في احسن من كذا؟ ما ادري والله يا جماعه. وايضا يا جماعه الخير راح نشتري لنا حيوان اخر جديد علشان نضمه الى السلسله معانا هنا ونكبر المزرعه اكثر، فبس يعني هذا كل اللي بدينا اخبركم عليه، شكرا جدا لكم على متابعتكم لهذا المقطع يا جماعه الخير، ربي انكم اساطير، كان معكم محمود من قناه ممكالو، سلام عليكم يا جماعه الخير، في امان الله.